نحاول من خلال اللغه تاعي واللي بس تاعي مثل هويه صحراويه تاعي، لانه بنادم لازم يكون فخور بالمنطقه تاعو ويوري العادات والتقاليد تاعهم. تلقاني حتى في لي ريزو سوسيو في تيك توك ولا انستغرام دائما نهضر على كيفاش نطيبوا اطباق تقليديه تاعنا، كيفاش نلبسوا باغ اكزومبل الصغنس، كيفاش تلبس الجوالي، وشويه شحال من معلومه على المنطقه تاعنا. عين صالح باغ اكزومبل لا ديرنيير فوا هضرت لهم على جبل الاسد اللي جاي في منطقه تيغران كوكو، ويعرفوا زعما هكا المناطق اللي يقدروا يجوا من خلالهم السياح. من بين التحديات اللي واجهتها انه المجتمع فريمون ماشي متقبل الفكره تاع موديلين، ديجا مفهوم تاعها خطا. كاين باغ اكزومبل عباد اللي يستعملوا هذا الدومين على جد راهم، ولا كاين عباد اللي راهم يشوفوا في الصوره تاعو بصح بلا ما عارفين بلي راهم يشوفوا في الصوره تاعو. صح العكس، كاين عباد اللي يحبوا زعما يبينوا ستيل تاعهم، يحبوا يخدموا في هذا الدومين باسكو يحبوه. سما برك الناس لازم يفهموا بلي هذا الدومين راهو كاي دومين زعما كاي مجال عمل واحد اخر. وان بلوس من الصحراء جات شويه بيزار، لانه زعما تكون طفله وتغني ودير مودلين ات ذا سيم تايم، جاتهم شويه بيزار الفكره هذيك. سما تلقيت شويه الانتقادات، بصح الانتقادات ما يتقارنوش مع التشجيعات. باي ذا واي نشكر كاع الناس اللي شجعوني. بصح هكاك وتبقى هذيك زعما باغ اكزومبل كي يديك شي واحد فيديو من عندي ولا بيبليا في لاباج تاعو في الصفحات تاع الصحراء، تلقى بزاف انتقادات، بزاف انتقادات، وزعما انتقاد ما عنده حتى معنى. زعما ينتقدك باش ينتقدك، ماشي انتقاد زعما بناء اللي راح ينكوراجيني باش نكمل هذيك الحاجه. لا لا العكس، زعما يضحك عليك زعما على جال الخمار ولا على جال اللبسه ولا اي حاجه. نبين هذيك الوجوه اللي تكون فيها بزاف، تكون ابن من ابناء الجنوب يعني يليق لك بزاف، يليق لك بزاف صوالح باش انك تقدر توصل للحاجه اللي راك باغيها، ماشي غير في التصوير فقط، سواء في الموسيقى، سواء في التمثيل، سواء في الرسم، سواء في بزاف هوايات وفي بزاف صوالح. لازم لك واحد القوه كبيره، لازم لك واحد الصبر. كيما رانا نشوفوا ولاد الجنوب مهمشين بصفه تامه، لا من ناحيه الامكانيات، لا من ناحيه البيئه اللي رانا عايشين فيها، لا من ناحيه الدعم سواء من القريب ولا من البعيد. يعني انك تكون ابن الجنوب وتقدم الحاجه اللي راك باغيها ولا توصل للحاجه اللي راك باغيها يليق لك بزاف بزاف. على الأقل تبرز في الواجهة مسؤولين من ذوي البشرة السمراء في المناصب العليا في الدولة، في التلفزيون العمومي، في نشرة الثامنة. هذه كلها إشارات لها دلالة رمزية جيدة وصدى داخل المجتمع على أنه الجزائر تجمد الجميع. ربما هنالك رافض للخضوع للمبدأ الديمقراطي كآلية لشغل المناصب السياسية، وبما أن هناك رافض لحسن الحظ تم الانتباه إلى ضرورة على الأقل احترام التوازن الجهوي في تعيين المناصب وفي شغل مختلف المسؤوليات في الدولة.